سيادة المحافظ مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك سيادة المحافظ. اهلا بحضرتك سيادة المحافظ. دكتور محمود تم تكريمه النهارده والجيش الابيض كان حاضر النهارده في الندوه التثقيفيه وكرمه سيادة الرئيس. قول لي ايه اللي هتقدمه محافظه كفر الشيخ لدكتور محمود؟ هو الحقيقه تكريم فخامه الرئيس النهارده لايقونه الطب عندنا في كفر الشيخ الحقيقه الدكتور محمود سامي. نعم. ده تكريم لكل الاطقم الطبيه اللي واجهت ولا زالت بتواجه جائحه كورونا من اطباء او تمريض او فنيين. ايوه. الحقيقه هم كلهم بذلوا جهد ضخم على راسهم طبعا الدكتور محمود سامي كان في مستشفى العزل ببلطيم. كان تعرض لإجهاد. هو اللي اختار ممتازة. هو اللي اختار يا سيادة المحافظ مش كده؟ هو حضرتك الحقيقه هو شخصيه جميله وكان بيأدي عمله واستمر اجهد ادى الى قعد يشتغل اسبوع من الاجهاد. هو الحقيقه يعني الاطقم الطبيه عندنا كان مستشفى العزل لسه في بداياته. والحقيقه كانت محتاجه انه كله يتكاتف بحيث ان يتقدم الخدمه للمرضى. كان بدايات الجائحه الحقيقه. نعم. وكان برضو الكل كان متشارك في انه يتفاعل مع المواطنين. ايوه حقيقه هو استمر اجهد حقيقه الدوله تم علاجه في مركز الطب العالمي. ولما رجع هو من مركز الرياض لما رجع انا زرته هو كان ابدا ان هو طالب سكن خاص ليه بصفه مستمره. هي كل اجهزة الدوله تفاعلت ويعني الاجراءات القانونيه كلها اتخذت بحيث ان احنا نخليها له كمان باجر رمزي اقل ما يكون. أيوة. وتخصصت له فعلا شقه في مدينه كفر الشيخ ذاتها. أيوة. وباجر رمزي جنيه. مستمره مدى الحياه الحقيقه. يعني يستحق وزيادة. لأبنائها. صحيح صحيح يستحق وزيادة والله يا سيادة المحافظ. وبعض الحقيقة المنظمات المجتمع المدني تقدمت بقى لما عرفت ان في تخصيص شقة. الحقيقة احداهما تبرعت بانه هتأسس المنزل وده شيء جيد لان هايل. يعني يبقى كله متشارك في هو ده الشعب المصري. هو ده المجتمع المصري. هو ده المجتمع المصري يا سيادة المحافظ. هي صحيح. مصر هي دي مصر. صحيح. وفي الازمات صحيح. كله بيتشارك في لحظه ما تلاقي الناس كده عارف في مارد جميل بيطلع كده يعني حسب الظرف. فده شيء هايل وده اقل حاجه تحصل للدكتور محمود. وطمنا على حالته يا سيادة المحافظ بعد اذنك. هو بحمد الله حالته يعني استقرت كده. طبعا هو الحاله الصحيه استقرت لكن الجزء البصر لازال تحت العلاج. حبيبي ربنا يكرمه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء يا رب. ربنا يعني كفايه عليه كمان نعمه البصيره يعني مش موجوده عند كل الناس ان هو يقعد باجهاد في بدايه كورونا وبدايه الجائحه يشتغل ويواصل ليل بنهار لغايه ما يوصل يا حبيبي ان هو يصاب بهذا الشكل من كتر الاجهاد. كان بيعمل ده وهو اللي تطوع وهو اللي طلب انه يعمل ده علشان يحاول ينقذ الناس. بشكرك يا سيادة المحافظ. بشكرك فندم. شكرا جزيلا سيادة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. بشكرك شكرا جزيلا. خليني ارحب بسيادة النائب محمود مسلم عضو مجلس شيوخ رئيس تحرير جريدة الوطن. استاذ محمود مساء الخير.